مشاهدينا، اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات هنا سبورت. الاهلي في ظل الغيابات الكثيرة بسبب تواجد اللاعبين مع المنتخب الوطني او مختلف اللاعبين مع منتخباتهم، سواء بيرسيتاو مع منتخب جنوب افريقيا او معلول مع تونس او ديانج مع مالي، فبالتأكيد طبعا كمان بالإضافة للإصابات اللي موجودة في النادي الأهلي، قدر انه يكسب فريق المصري بالسلوم، واللي بصراحة من وجهة نظري الفريق كان كويس وعمل مباراة وجيم كويس قدام النادي الأهلي، خاصة انه فريق غير معروف ومبهم بالنسبة للنادي الأهلي وكابتن سامي قمصان اللي أدار المباراة النهاردة بشكل كويس. الأهلي صحيح كان في الشوط الأول ما كانش فيه تقارب في الخطوط ولا تحس ان النادي الاهلي بيبني هجمة صحيحة، كانت الكرة بتتقطع بسرعة من النادي الاهلي، كان فيه اخطاء كتيرة من الفريق، ولكن الشوط الثاني كان افضل وقدر ان هو يتلاشى الاخطاء اللي كانت في الشوط الاول وبداية المباراة، لانه كان لسه اكيد بتعرف على الفريق اللي هو بالنسبة له اكيد مبهم حتى لو اتفرجوا على ماتشات كتيرة الفترة اللي فاتت، ولكن ده فريق بيلعب في الدرجة الثانية او الثالثة، فبالنسبة له الفريق مش معروف، وطبعا دايما تخاف من الفرق اللي هي مبهمة وغير معروفة عشان دي بتعمل مفاجآت في الكاس بالذات طبعا غير اي بطولة تانية. بس النهاردة النادي الأهلي قدر يتخطى فريق المصري بالسلوم ويصعد لدور الـ16 في انتظار انتهاء المباريات دور الـ32 وتحديد المواجهة في دور الـ16 والفريق اللي هيقابله النادي الأهلي في الدور اللي جاي، وهو دور ثمن النهائي. طبعا اللي سجل هدف النادي الاهلي هو احمد عبد القادر، واللي دايما احمد لما بيكون كويس وفايق فبيعمل شغل كويس مع النادي الاهلي، طبعا في ظل الغيابات الكتيرة اللي احنا اتكلمنا عليها في بداية الفيديو. نتمنى ان المستوى يزيد والكيرف يبقى احسن، يعلى ويبقى احسن من كده خلال المباريات اللي جاية، سواء في الدوري او في مباريات الكاس المتبقية. في كاس السنة اللي فاتت اللي هو هيبقى قدام بيراميدز، او في الكاس الحالي ان شاء الله اكيد، لان بصراحة الواضح ان منتخب مصر فعلا تأثيره واضح حتى على لعيبة الاندية، فلما يكون المنتخب مش كويس او مثلا النادي الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي او غيره او غيره او غيره من الاندية المصرية فيها مشاكل، اكيد ده بيتأثر بيه المنتخب المصري والعكس صحيح. نتمنى الكرة المصرية يحصل فيها تطوير ويبقى افضل من كده. النادي الاهلي زي ما قلنا قدر احمد عبد القادر يسجل الهدف الاول في الدقيقة 59 من عمر المباراة، وده كان الهدف الوحيد، والاهلي كمان ضيع فرص في الشوط الثاني، وبرضه فريق صراحة المصري بالسلوم كان فريق كويس وكان منظم، وكان الحارس المرمى بتاعه احمد عبد الفتاح كان حارس كويس وسد اكتر من كورة، فكان من نجوم المباراة. طبعا هارد لك لفريق المصري بالسلوم، وبالتأكيد مبروك للنادي الاهلي صعوده لدور الـ16 في ظل الغيابات اللي موجودة عنده، دايما زي ما بيتقال الاهلي بمن حضر، ولكن قدر يتلاشى ويتخطى فريق بالنسبة له غير معروف. انا يعني ببقى قلقانة شوية من الفرق الغير معروفة اللي بتبقى من الدرجات الادنى في الدوريات المصرية او الدوري المصري، لان ممكن الفريق ده يفاجئك باداء ومستوى كويس زي ما الفريق ده ظهر النهاردة بمستوى كويس، وكانوا بيتكلموا خلال الفترة اللي فاتت في الميديا ان هم عندهم فريق كويس وهيظهر بشكل كويس قدام النادي الاهلي، وشرف ليهم ان هم يلعبوا قدام فريق كبير زي النادي الاهلي، وطموحهم ان هم لو حققوا الفوز فهم هيعملوا اكبر مكافأة في تاريخ النادي، ولكن النادي الاهلي قدر يحسمها وقدر يفوز ويوصل لدور الـ16، ففي انتظار بقية مباريات دور الـ32 ومين اللي هيصعد وايه المواجهات اللي هتكون في ثمن نهائي كأس مصر 2021-2022.
كنت معاكم حياة رمضان، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الجمهور، وعشان نستمر في نشر المزيد من الفيديوهات بدعمكم لينا، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة عشان نستمر في نشر المزيد من الفيديوهات، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا اللي بننزلها على القناة، ويشوفكم فيديو جديد. باي باي.